يحرك سلامها الريح، تخشى إثيوبيا القادمة من شمالها تيغراي. يزحف في شوارع العاصمة متظاهرون مؤيدون لحكم الجيش، معارضون لقوات تيغراي. على الجانب الآخر تزحف قوات الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم إلى أديس أبابا، يقولون إن دخلوها لن يكون هناك حمام دم كما يخشى أو يزعم الآخرون. وفقهم يريدون التأكد من أن رئيس الحكومة لن يشكل تهديدا للشعب، يريدون رحيله عنها بعد أن ضموا إلى قبضتهم مدنا استراتيجية في أمهرة، وهم على مسافة مئات الكيلومترات من العاصمة. تضيف القوات: لن نستعيد سلطة كانت بيدنا نحو 30 عاما حتى جاءها أبي أحمد رئيسا للحكومة عام 2018 ليبعد القوات عن المشهد السياسي. لا يريد أبي أحمد أن يقتلعوا ما زرعه، يقول: سنقدم مزيدا من التضحيات لننقذ البلاد. وإلى من انقلبوا عليه يؤكد أن حلفاءه أكثر منهم. يقف الاثنان إذن على خطوط المواجهة الوشيكة. الحكومة تعلن حالة الطوارئ وتوجه نداءها لأفراد جيش متقاعدين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وقوات تيغراي تشكل مع 9 فصائل تحالفا جديدا للإطاحة بالحكومة. وسط هذا وذاك يحيطها من الخارج دول تدعو إلى وقف الصراع. 16 دولة على رأسها الولايات المتحدة التي طالبت رعاياها بمغادرة إثيوبيا ودعت لوقف إطلاق النار دون شروط، تريد مساءلة جادة عن انتهاك حقوق الإنسان في الإقليم. تتعثر خطاه المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي في أديس أبابا لحل الأزمة، تؤكد له الحكومة رفضها تدخل أطراف خارجية، لكن تلك الأطراف تسللت: الصين ومصر وإرتيريا والسودان والولايات المتحدة وغيرها. تقول مجلة فورن أفيرز: قد يحرك دفة الصراع أياد أخرى، خلاف تعدى من الذي يحكم البلاد بل أي سلطة ستحكمها.